مرحبا أبنائي وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة. This is دكتور باكي speaking from Egypt. هنستكمل مع بعض موضوع الانتستينال obstruction. وقفنا عند causes of intestinal obstruction per age. نيونيت من 0 ل 7 أيام. Think of atresia, stenosis, Hirschsprung disease, arrested rotation, volvulus in natura, meconium ileus, and perforate anus. Young patients up to 30 years. هتبتدي تفكر في الأسباب الشهيرة والكومن للإنتستينال أوبستراكشن زي الـ complicated hernia والـ adhesions. بعد كده strictures بأنواعها TB, Crohn's, و Meckel's diverticulum و adult intussusception. من سنة 30 ل 60 سنة middle aged still هتفكر في الحاجات الكومن اللي هي الأديجن والهيرنيا وتبتدي تضيف عليهم كارسينوما left colon و sigmoid diverticulitis, gallstone ileus, sigmoid volvulus, mesenteric vascular occlusion, adult intussusception. في حاجة اسمها food bolus obstruction. دي ممكن تعمل complete or partial intestinal obstruction وبيبقى ايه سببها unmasticated undigested food و gulped coins usually الfood obstruction دي اللي هي unmasticated undigested بتبقى impacted في terminal ileum ليه؟ لان هو the narrowest portion of the small intestine. طب ايه علاجها؟ لما بتعمل لابروتومي بتحاول تعمل سكويز للبولس دي تدخلها السيكم يبقى انت كده حليت المشكلة. لو الموضوع ده صعب هتضطر تعمل انتروتومي علشان تشيل الفود بولس. في intestinal obstruction due to internal hernia. ايه القصة دي؟ دي rare cause of intestinal obstruction ودي سببها congenital او acquired defect في الميزنتري من خلاله الانتستين كان هيرنيات وبتبقى obstructed وما بتقدرش ترجع مكانها تاني وبيحصل لها edema وممكن يحصل لها strangulation. الديفكت ده ممكن يكون في الميزنتري في الترانسفيرس ميزوكولون في البرود ليجامنت او من خلال الفورامين اوف وينزلو اللي هي ابيبلويك فورامين. علشان كده خلال العمليات الجراحيه اللي انت بتعمل فيها ريسكشن انستموزس بيبقى في جزء من الميزنتري بيبقى اوريدي كات فانت لازم تقفل الرنت ده في الميزنتري ما تسيبوش مفتوح عشان لو سبته مفتوح ممكن من خلاله الانتستين يحصل لها هيرنيشن وابستراكشن وساعات بنتولد وفي فوسي حوالين الفيسكس زي الديودينم وزي السيكم وزي السجمويد. الفوسي دي لو عميقة شوية ممكن الانتستين تبقى impacted فيها و incarcerated. في بعض الصور الظريفة هنا warm ball obstruction دي ascaris worm عاملة بولس والجراح ما عرفش يعمل لها milking into the cecum فعمل resection anastomosis وعمل window وطلع منه الورمز. ده المنظر شفناه قبل كده اللي هو anorectal malformation in perforate anus. ده منظر لنيوبورن عنده ileal obstruction واضح الابدومينال distension وهنا منظر لبلين اكس راي تلاحظوا في بابل هنا في المعدة وانظر بابل في الديودينم دي الدبل بابل ساينس بتاع الديودينال obstruction سواء كان سببها ديودينال اتريجيا او بند
لايت سباند على السكند بارت اوف ديودينم. ده منظر لهيرش سبرانج ديزيز. لو تلاحظوا بيتكون من 3 زونز. سباستيك زون اللي هي ايه؟ جانجليونيك، اللي ما فيهاش جانجليا وبالتالي ما فيهاش ريلاكسيشن وبتسد الدنيا. والترانزيشنال زون اللي بيبقى فيها جاست فيو جانجليا. وبعد كده النورمال كولون بيبقى دايليتد، اللي هي الدايليتد زون 1 2 3. ده منظر للفيري كومن اليوسيكال انتسسبشن. ده الاليوم داخل في السيكم والرايت كولون. اللي داخل ده بنسميه انتسسبتم، اللي بره بنسميه انتسسبيانس، ودي النك بتاع الانتسسبشن. ده منظر نكروتايزنج انتيروكولايتس وفي جانجرينوس باتشز. نرجع تاني للانترنال هيرنيا. في بعض الناس بيتولدوا والديودينال فوصة عميقة شوية، بحيث ممكن يحصل فيها انترنال هيرنيا. في فوصة على شمال الديودينا وفي فوصة على اليمين. الفوصة اللي على الشمال اسمها ليفت بارا ديودينال فوصة. دي بيبقى ماشي على الإيدج بتاعها الانفيوم ميزنتريك فين. الفوصة اللي على اليمين اسمها رايت ديودنو جوجنال فوصة. بيبقى ماشي على الإيدج بتاع الديفكت سبيرو ميزنتريك ارتري. الكلام ده مهم ليه؟ هنعرف بعد كده ان انت لما بتفتح بطن العيان وعايز تحرر الانتستين من الفوصة دي، فممكن تتسرع وتقطع الديفكت. فلما تقطع الديفكت شاربلي، تقطع الانفيوم ميزنتريك فين او تقطع السبيرو ميزنتريك ارتري، دي طبعا ايه؟ كارثة، لان ده بيغذي كل الميد جات اللي هي السمول انتستين بلس الرايت سايد اوف ذا كولون. وفي فوصة حوالين الكولون، في سبيرو اليسيكال فوصة، انفيرو اليسيكال فوصة، وفي سجمويد فوصة. بيلز اوف ويستم. الانترنال هيرنيا دي رير كوز اوف انتستانال اوبستراكشن. حطها في دماغك، مش هتشوفها كتير، بس لو لقيت واحد عنده انتستانال اوبستراكشن وما فيش سكار على بطنه وما عندوش هيرنيا وما هوش في السن بتاع الكارسينوما، حط في اعتبارك ان هو ممكن يكون احد حالات الانترنال هيرنيشن. باراليتيك الياس دي حاجة مشهورة جدا، نيوروجينيك الياس. الكونديشن دي بنشوفها كتير قوي بعد العمليات. عملت عملية العيان لابوروتومي، انت متوقع ان هو يعدي فليتس بعد يوم بعد يومين، ما عداش وفات عليه 3 4 ايام، بطنه منفوخة وفي دال بين كده من الديستنشن، وفي فوميتنج، وفي ابسولوت كونستبيشن، مفيش حاجه معديه من تحت. فانت بتقول ده جاله شلل امعاء عقب العمليه الجراحيه، بوست اوبراتيف باراليتيك اليس. ايه سببها بقى؟ اللي بيحرك الامعاء بتاعتنا وبيتحكم فيها الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو الباراسمباثيك والسمباثيك. الباراسمباثيك بيخليها تشتغل وتفضي نفسها، السمباثيك لما يبقى اكتيفيتد بيخليها تبقى فيها اليس. فاحنا دلوقتي لو بوست اوبراتيف حصل نوع من انواع فيلير اوف باراسمباثيك سبلاي للانتستين او زياده في السمباثيك ستيميوليشن، هيحصل الياس والمصارين مش هتشتغل، وهتؤدي الى ايه؟ ديستنشن، وتبقى المصارين مليانه فلويد وجازز. ايه سبب شلل الامعاء؟ الموست كومن كوز بوست اوبراتيف. موست كومن كوز بوست اوبراتيف، ده اللي احنا اتكلمنا عليه. ايه السبب؟ في العمليات الكبيره اللي بتستغرق ساعتين ثلاثه، سيادتك ماسك الانتستين بتقلب فيها، فيبقى فيه too much exposure, too much handling, rough handling the intestine, في contamination بblood, بforeign body, ببص whatsoever. فيحصل الانتستين تزعل، يحصل لها temporary suppression of parasympathetic activity وتتشل وما تتحركش، والبطن تتنفخ ويحصل intestinal obstruction. intestinal obstruction ده dynamic؟ لا، لأن ما فيش حاجة سادة في الواقع اليومن أو ضغط عليه. ده neurogenic. يعني ايه دايناميك؟ يعني باراليتيك الياس. الامر يسوء قوي لو ما خدتش بالك انت بتتابع العين في البوست اوبراتيف وما صبرتش وقلت له يشرب
فلويد، والعيان طبعا ممكن يكون طفص يشرب فلويد بشراسة، يبقى يشرب فلويد وهو عطشان على مصارين ما بتشتغلش، فالديستنشن يزيد والباراليتيك إليس يزيد. أحد أسباب تانية للباراليتيك إليس following peritonitis. طبعا تخيل الأمعاء اللي هي عايمة في صديد مش هتشتغل، ولو عايمة في بايل أو بلود نفس الكلام مش هتشتغل، بيحصل ايه؟ ريفلكس انهيبيشن. برضو في ريفلكس إليس نتيجة هايبر ستيمولاشن اوف ذا سمباثيتك نيرفس سيستم، وده نتيجة ريتروبروتونيال هيمرج او فراكشر سباين. فالعيان اللي في قسم العظام اللي بيندهولك علشان تشوف بطنه منفوخة وما بينزلش حاجة من تحت، هتلاقي عنده فراكشر سباين او عنده ريتروبروتونيال هيمرج من فراكشر بيلفيس او فراكشر سباين، وهي دي اللي عامله له الاليس. احد الاسباب الشهيره جدا للاليس الهايبوكاليميا، ما تنساهاش. الهايبوكاليميا ده البوتاسيوم بيبقى مينلي انتر سيلولا وموجود في العضلات، لما يحصل لوس اوف بوتاسيوم يحصل جنرالايزد ويكنس لكل عضلات الجسم بما ضمنها الجي اي تي. طب ايه الكلينيكال فيتشر بتاعه الباراليتيك اليس او شلل العاق؟ ابدومينال ديستنشن بيبقى في كل البطن، وتمبانيتك نوت لو انت خبطت عليها، وطبعا البطن المنفوخه دي بتعمل مشكله في الريسبيريشن والكاردياك فانكشن. العام ما بيشتكيش من كوليك بين، لان كوليك بين معناها ان المصارين شغاله، هي في واقع الامر مش شغاله. امال بيشتكي من ايه؟ من شكل من ضل بين نتيجه انتفاخ عضلات البطن. طيب وطبعا ايه فيلير تو باس فليتس وفيسز، وممكن يبقى عند افيرتوليس فوميتنج. ما تحط السماعة على بطنه وتسمع تينكلينج ساوند اللي هو ايه السوائل وهي بتنتقل من لوب الى لوب، انما مش هتسمع النورمال انتستاينال ساوندز. طبعا العيان هايبوتنسيف وعنده تاكيكارديا وعنده هايبوكاليميا والكترولايت ايه ديستربنس. ده الباكس ده ريليتد للانترنال هيرنيا. نرجع له تاني، يعني بيبقى فيه ديفكت كونجينيتال او اكوايرد. الدياجنوزس باي اكسكلوجن زي ما قلت لك، مفيش سكار على البطن، ما عملش عمليه قبل كده، يبقى مفيش ادهيجنز، والهيرنيا على بطنه انجواينال وفيمرال مش موجودين، وما هواش السن بتاع الكانسر. يبقى انت هنا حط سسبكت، حط في دماغك ان هو ممكن يكون انترنال هيرنيا. بتعمل طبعا انتستينال اوبستراكشن، السي تي مطلوب بشدة. الحاجة اللي انت تحطها في دماغك وانت بتتعامل مع العيان ان عادة بيبقى فيه important vessels على باب الديفكت، فلو انت تخيلت انت بتحاول بتفتح بطن العيان وبتحاول تشد المصارين من الديفكت ده او الويندو اللي هي دخلت منه، فممكن تيجي معاك وممكن ما تجيش. لو ما جاتش والعملية صعبة، بتحاول انت توسع الديفكت ان انت تقصه او تشتغل فيه بمشرط فتقطع important vessel. لا، لو حصل ان في صعوبة ان انت تريديوس الانتستين دي، اعمل لها دي كومبريشن، اشفطها بشفاط بسرنجة بانتروتومي، هيقل حجمها، هتطلعها لبره وتاخد غرزتين في الديفكت تقفله، مش هيحصل ايه هرنيا تاني. لو انت شدتها ولقيتها جانجرانس هيبقى الحل ريسكشن انستموز. ايه انواع الباول ساونز؟ كلنا لازم نحط السماعة على بطننا نسمع النورمال باول ساونز اللي هي بتيجي كل 20 ثانية وبتبقى لو بيتش. لو سمعت اصوات عالية جدا متكررة كل 10 ثواني او كل 5 ثواني، دي اسمها بوربروجماي، ودي بتحدث في الميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن، وساعات تحدث بصورة طبيعية ممكن تسمعها بودانك حتى من غير سماعة. إنما لو سمعت tinkling sounds نتيجة انتقال الفلويدز من dilated lobe ل another dilated lobe، يبقى أنت معاك حالة paralytic ileus اللي هي شلل الأمعاء. الحالة اللي عندها شلل الأمعاء لما تعمل له بلين اكس راي هتشوف كل الأمعاء distended زي الصورة دي. هتبص تلاقي السمول باول واللارج باول ديستندد، والحاجات اللي عامله زي الاكورديون ده جوجنم، والحاجات بقى اللي هي كاركترليس دي هتبقى اليوم، انما السنترال بارت والفلانك كله ديستنشن،
يبقى ده شلل الأمعاء مش كسر على السمول انتستين ولا على اللارج انتستين، ده في كل حتة. ما تنساش تعمل سي بي سي والالكترولايت بانيل، ممكن تلاقي عنده هايبوكالاميا محتاجة ايه، محتاجة كوريشن. طب ايه العلاج في البوست اوبرتيف باراليتيك اليس والباراليتيك اليس عموما؟ لازم تكون صبور. العلاج اساسا كونسرفاتيف، اللي هو دريب اند ساك، ناثينج بير ماوس، ان بي او، ونيزوجاستريك تيوب، وانترافينس فلويد، والكترولايت كولكشن لازم تبقى في سبلمنتال بوتاسيوم. لو في انترا ابدومينال ابسس يو هاف تو درين ذيس ابسس، اذروايز الاليس هيستمر. ولازم تصبر 3 4 ايام سو لونج ان مفيش اي علامه من علامات البروتونايتس. ما تخافش، الالياس هيفك والعيان والباس فليتس. اول ما العيان باس فليتس هتقعده يومين على فلويدز، وبعد كده يومين كمان على سوفت دايت، وبعد كده يرجع ايه ياكل طبيعي. بعد العمليات اول حاجه ترجع تشتغل السمول باول، بترجع بعد 12 الى 18 ساعة، يليها الكولون، واخر حاجة الاستومك. سودو انتستينال اوبستراكشن يعني كاذب. ليه سموه سودو؟ يعني في انتستينال اوبستراكشن بس ما فيش حاجة سادة لليومين. المشكلة في الاعصاب، ودي اسمها اوجلفي سيندروم، والكاركترستيك بيشنت بتاعها او الكلاسيك بيشنت بيد ريدن بيشنت elderly، بياخد أدوية أنتي ديبريسنت أو عنده هايبوثايروديزم. يعملوا لك كونسلتيشن، يقولوا لك الراجل ده بقاله 5 6 أيام لا بيعدي فليتس ولا فيسز. وتيجي تعمل له بي آر، تلاقي الريكتم فول أوف فيسز، عكس الديناميك انتستانال أوبستراكشن بيبقى الريكتم إمتي. وطبعا على البطن في كولونيك ديستنشن، ومفيش ميكانيكال اوبستراكشن، يبقى دي حاله سودو اوبستراكشن اللي هو اوجليفي سيندروم. سببها ايه برضو؟ قصه الاوتونوميك نيرفس سيستم، ان في مال فانكشن اوف ذا سيكرال باراسمباثيك اللي بيغذي الهايند جات، سيكرال 2 و3 و4، ودي من اول السبلينك فريكشن لغايه تحت. فدي اللي بتخلي الهايند جات تو ايفاكويت. لما يحصل مان فانكشنينج، الجزء ده من الكولون اللي هو الليفت سايد اوف ذا كولون مش هيحصل له ايفاكويشن، وهيحصل له ديستنشن، وهيعمل سودو اوبستراكشن. يبقى الكاركترستيك كلينيكال فيتشر elderly bedridden، وبياخد دراجز بتقلل الكولونيك موتيليتي، وبقاله كذا يوم لا بيطلع فليتس ولا فيسز، وطبعا الديستندد كولون بيضغط على الدافراجم فبيبقى عنده تاكيبنيا. وتعمل له بي ار، تلاقي سوفت فيسز، انما لو ميكانيكال هتلاقي الريكتم امتي. تعمل له بلين اكس راي، تلاقي ديستنشن مينلي كولونيك. You have في السن ده اللي هو ال elderly to rule out carcinoma بالبريم انيما وبالكولونوسكوبي، لان برضو الكارسينوما في ال left side of the colon colorectal carcinoma هتعمل distension وهتعمل absolute constipation. خطورة ال pseudo obstruction ال Oglivie syndrome ان بيفضل السيكم يتمدد، واول حتة في الكولون بتفرقع اللي هو السيكم، وتعمل بروتونايتس. في الأشعة بتحط دامتر، أي دامتر بعد 9 سنتي بيعتبر خطر، لازم تتدخل جراحيا. طب إيه العلاج؟ العلاج كونزرفتيف، إن أنت بس ما يكونش العيان عنده بروتوناتس أو عنده threatened cecal perforation. بتعمله كولونوسكوبيك decompression، وساعات بنديله نيوستجمين، ده بيحرك القولون بس ليه تأثير على القلب، يبقى لازم يتاخد في الرعاية المركزة. دي بروكاينيتك دراجز. لو
الكولونوسكوبيك ديكمبريشن ما ينفعش، او الحاله ليت او على وشك يحصل له سيكال بورفوريشن، بتعمل لابراتومي وبتعمل تيوب سيكوستومي از افنت علشان تفرغ محتويات القولون. بنكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية بنناقش special causes of intestinal obstruction. This is Dr. Baki from Egypt. Thank you for viewing this clip. Kindly please like if you like this video, and subscribe if not subscribed before, and activate the ring.